وبأول محطاتنا مشاهدينا راح تكون فقرتنا الطبية، وراح نرجع نخصصها للمرأة الحامل وكيفية رجوعها للنظام الغذائي العلاجي والدوائي اللي كان متبع ما قبل فترة الصيام، ومجموعة من النصائح راح يقدم لنا اياها الدكتور أكرم أحمر اختصاصي في الجراحة النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل يا ميت هلا. صباح الخير حكيم. يا صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. ميت هلا. عم نودع الشهر الكريم، ونحن اليوم بكره بجوز وقفه، بنقول لك العام بخير اكيد بمناسبه عيد الفطر. اهلا وسهلا دكتور. اليوم الامراه الحامله اللي دخلت بنظام الصيام خلال الشهر الكريم، اليوم بدها ترجع للنظام الغذائي المعتاد. خلينا مثل ما فاجأنا الجسم، في ناس ما هيأت، يعني امراه حامل ما هي دخلت بهذا النظام، اليوم بدها ترجع، شو هي اهم القواعد الاساسيه لحتى نرجع للنظام الغذائي السابق مع مراعاه اشهر الحمل، كان الاشهر الاولى او الاشهر الاخيره؟ سيدتي قبل كل عام بألف خير يا رب. يا رب كان انه شهر هيك فضيل وكريم مثل ما بنعرفه دائما. امين. بالرغم من اللي صار ببلدنا وبالشام خصوصا، فبس بدي اقول كلمه هيك حلوه كثير اذا تسمحوا لي. تفضل. انه بنقول بس هيك دمشق صبرا على البلوى، فكم صهرت سبائك الذهب الغالي ولم يحترقا. فكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير وان شاء الله هيكون الفرج يا دكتور على دائماً على الجميع. الفرج قادم. امين. الشام وسوريا ما بتنضام دائما. آمين. هلا بنرجع لموضوعنا سيدتي. نحن خلينا يعني نحط هيك خطوط عامه، انه الحامل رح نقول عنها حامل وفاتت بشهر رمضان. بنرجع لأشهر الحمل، نقطة كتير مهمة ذكرتيها، أشهر الحمل الأولى والمتوسطة والأخيرة. نحن خلينا نكون متفقين أنه بأشهر الحمل الأولى أنا شخصياً وأغلب الزملاء يعني أنه المرأة الحامل ما منفضل تصوم بأشهر الحمل الأولى، لسبب أنه هو يعني هدول الثلاث أشهر هن الوقت يلي هو بناء وتكوين الجنين، يلي بحاجة فيه كتير لعناصر مهمة جداً جداً جداً. طيب، وبالإضافة لأنه في أعراض لحام والغثيان والإقياء يلي بدها توصيات خاصة من حيث عدد الوجبات ونوعية الوجبات، السناكات الخفيفة، فلا يمكن أنه تقدر تصوم. طيب، هلأ نفترض نحن أنه عنا امرأة هلأ حامل، اكتشفت حالها حامل، قررت أنه بدها تصوم كل رمضان أو كم يوم برمضان. طيب، معناه نحن ضده إذا بأشهر الحمل الأولى، هلأ منميزهم، نقول بدها ترجع لحياتها الطبيعية. أهم شيء إنه نرجع نذكر قاعدة ذهبية لهي الحالة، هي إنه أنت ما عم تاكلي عن اثنين ككمية، أنت بدك تاكلي عن اثنين كنوعية. نعم. وليس ككمية. هاي شيء خطأ شائع جدا يعني سأهلكنا فيه نحن هذا الخطأ. تصحيح دكتور على يعني طول. نحن وأنتو هلكنا فيه، متأكد هالقصة ولهلأ بنسمعها بعياداتنا وبجلساتنا الخاصة. فلذلك أنه نكد علي مرة تانية إذا سمحتوا، أنه أنت ما عم تاكلي، ما لازم تاكلي ككمية عن اثنين، إيه كنوعية عن اثنين. طيب. تمام. هلأ بنقول أنه هي كانت صايمة وفاتت بالطقوس تبعيته، وخلينا نتذكر شغلة إذا سمحتوا سيداتي. تفضل. أنه نحن يلي عم تصوم بشهر رمضان بغض النظر عن أشهر الحمل، تقريبا هي كأنه عم تعمل نظام الصيام المتقطع، ولكن مع خطأ فادح جدا 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 هلأ بيمرق معنا. طيب، هلأ نحن أنه صامت كم يوم أو صامت كل رمضان، قررت وجارت على حالة وما بعرف شو، بدها ترجع. طيب، بدها ترجع هون مو عن اثنين بالكمية بالنوعية قلنا، بس ترجع بقى بنوعية دقيقة جدا، يلي هي بتقول الابتعاد قدر الإمكان عن كل شيء كربوهيدرات أو نشويات أو سكريات. نعم. العصائر يلي كانت تشربها بشهر رمضان يلي هي مشهورة عنا، العصائر يلي بيشتروها ويجيبوها هي تماما تبتعد عنها، ترجع بقى لكل شيء طبيعي بتقدر تساوي، وهلا متوفر بصوره ما ترجع لكل شيء طبيعي، ترجع لغذائها يلي هو لاشهر الحمل الاولى مثل ما قلنا بناء وتكوين الجنين. بمعنى لما كنا نقول الحامل باشهر الحمل الاولى انه انت بدك تركزي على البروتين بالدرجه الاولى، الفيتامينز بالدرجه الثانيه، نعم، شوية كربو يعني نشويات والسكريات والدسم. وهلأ أرجو الانتباه لكلمة الدسم، لأنه هي بدي أوضح فيها شغلة مهمة جدا، أنه الزيوت النباتية وهي كلها تبتعد عنها، ترجع لزيت الزيتون الطبيعي اللي الحمد لله
متوفر ببلادنا بشده ومن اجود انواع الزيوت بالعالم. الشيء الثاني كمان حتى نسموه السمنه، ترجع للسمنه او الزبده الصافيه العربيه يلي ما أنا مخلوطه بمواد ثانيه مصنعه. السبب وخاصة ليش عم ركز على كلمة دسم؟ لأنه قليل إن من مجرد تذكري للحامل بدك تاخذي دسم قلت لك لا دكتور بدي الصح وبدي ما بعرف شو. لا، من إلا هي الدسم ضرورية جدا، وخاصة في بعض أنواع الفيتامينز الفيتامينات ما تمتص إلا لأنه هي إذا كان في دسم، إلا إذا كان في دسم لأنه هي تنحل بالدسم وعلى رأسها فيتامين د وفيتامين أي يلي هو ضروري للبصر وهيك. طيب من إلا تركز كمان على الشيء الثاني يلي هو اللي فيه الكل الكالسيوم كمية كبيرة كتير، والفوليك أسيد خاصة نعرفه قديش مهم لنمو الجنين وخاصة الجهاز العصبي المركزي للجنين. طيب في عنا معادن وفيتامينات تانية اللي هي ضرورية جدا لذكاء الجنين، يعني اللي عم يتشكل هو إساته ببطن أمه. فلذلك نقول بأشهر الحمل الأولى ترجع لنظام حياتها الطبيعي العادي مع التركيز على أنه مثلا البروتينات الحيوانية بشدة ترجع تركز عليها، لأنه كثير منهم مثلا بيبتعدوا عن السمك بشهر رمضان لأنه بيقولك بيعطش، بيبتعدوا عن مأكولات اللحوم الحمراء يعني شوي غالية كمان والشيء الثاني كمان تقول لك بعض غسل عنهم دكتور يعني وشوي ثاني بتقول لك انه كمان بيعطش. طيب السمك انه بالشتاء مثل هلا اجى رمضان بالشتوية بيكون كميته قليلة، فلذلك بنقول نحن انه الجأوا للبديل عن السمك يلي هو باشهر الحمل الاولى بدي اقول يكفي مرة واحدة بالاسبوع او مرتين يفضل، بس مرة واحدة كافي علبة تونة او وجبة سمك بالاسبوع، طبعا مع الابتعاد عن بعض انواع الاسماك يلي هي ما كتير موجوده ببلدنا يلي بيكون فيها كميات كبيره من الزئبق يلي عايشه بالبحار والمحيطات او باماكن ملوثه عند مصبات الانهار، بيكون فيها كميات كبيره من الزئبق عفوا يلي بيتراكم بجسم الجنين وبيأثر على ذكائه وحجم دماغه وحقه قطر الراس عنده، فلذلك هدول بتبتعد عنهم. تلجأ للسوائل كمية كبيرة، للعصائر الفريش الطبيعية بكمية كبيرة. طيب هلأ حامل كانت بأشهر الحمل المتوسطة يلي مسميها نحن الحامل أشهر العسل بالنسبة للحامل، أوكي هي الحامل أنه ترجع للنظام الطبيعي ولكن ليس بالشراهة المطلوبة، لأنه بأشهر الحمل الأولى قليل جدا زيادة الوزن بالنسبة للحامل، تبدأ زيادة الوزن بأشهر الحمل المتوسطة والأخيرة، فلذلك هون المراعاة الكمية، يعني ما نشعر أنه نحن كنا بشهر رمضان شوي محرومين أو هيك نعود نقوم بقى نعود ونفلش هذيك الفلشة ونعم ما نشوفها كتير يعني. طيب بأشهر الحمل الأخيرة هون صار في عندنا زيادة بالموضوع، خاصة من حيث أنه ترجع للأكل يلي فيها تتناوله مع كمية قليلة جدا من الملح عشان ما تصاب بارتفاع ضغط شرياني حملي أو يعني احتباس سوائل ممكن يصير سوائل. الشيء الثاني اللي بنرجع للأكل السكريات يلي لا تؤدي أنه هي يزيد عندها نسبة حدوث داء سكري عندها وبالتالي ممكن يصير داء سكري عند جنينة، وخاصة إذا كانت الحامل شوي بأشهر متقدمة فوق 38-39 في قصة عائلية بالعائلة لداء سكري أو لهاي بلاد بريشر لارتفاع ضغط دم، أو إذا في عندها بالأساس إنه عندها مشاكل بولية وهي منشوفها كتير مشاكل بولية. نحن نشوف عند الحامل شيء بسبب هرمونات الحمل أو شيء بسبب أنه لما بيكبر الحمل والرحم طبعاً أنه بصير بيضغط على المسالك البولية يؤدي لركودة بولية بالمثانة وبالتالي زيادة تكرار التهاب المجاري البولية. وهون نقطة بدي ضوي عليها إذا سمحتوا لي، أنه نحن كل شهر أنا بفضل لمريضاتي أنه بالشهر كل شهر تعمل فحص بول، لو ما راجع الطبيب تبعت له إياه بس أنه في فحص بول، لأنه في عنا كتير حالات بنسميها بيلة جرثومية لا عرضية ما بتكون عاطية أعراض اللي بنعرفها يلي هو الإلحاح البولي أو الزحير البولي أو لون البول العكر الغامق بجوز ما تنتبه له، فهذا ممكن يأهب لبيلة جرثومية لا عرضية قد تؤدي لالتهاب حويضة وكلية يلي هو من الحالات الخطرة للحامل خاصة بأشهر الحمل الأخيرة يلي خطرة على الحامل وعلى جنينها من حيث ممكن تعمل مخاض باكر أو تعمل التهابات قوية كتير عندها يعني بكل جسمها يروح الالتهاب وبالتالي يأثر على صحة الجنين.
فلذلك هي النقطة جدا هامة تناول سوائل بكمية كبيرة. هذا بخلينا نرجع لموضوع اللي قلناه أنه هو الصيام تقريبا برمضان كأنه صيام متقطع. طيب دكتور بالنسبة للصيام المتقطع كثير من السيدات الحوامل بيتبعوا نظام الصيام المتقطع قبل رمضان، أول شيء هل هو مسموح للمرأة الحامل الصيام المتقطع، وفي حال كانت متبعته كيف ممكن ترجع له بعد شهر رمضان؟ سيدتي لقلك هلأ نحن إذا بدنا نحكي بحالة ما رح نقول مثالية، بحالة يعني طبيعية لازم نمشي عليها. أولا نحن خلينا نقول أنه في عنا شيء اسمه الحمل المبرمج، يعني طبعا كله بإذن رب العالمين، بس نحن منقول أنه يلي عم تبرمج حالة لموضوع أنه بدها تكون حامل وممكن يجي حاملة بشهر رمضان تجهز حالة من قبل، تعمل فحوصاتها تشيك تبعها تعرف في عندها فقر دم، عندها نقص حديد، نقص فيتامين د، نقص كلس، تحاول تعوض. تمام. طيب هلا طبعا الصيام المتقطع صفيان موضه هلا، مثل ما قلنا انه على الاقل صيام في منهم 16 ساعه بيصوموا نهائيا عن اي تناول ماده طعاميه على الاطلاق، في ناس بياخذوا الوسطي 14-12 ساعه. طيب بس لكن حميه الصيام المتقطع سيدتي تنص على شغله جدا جدا هامه، انه بهالفتره هاي 16 أو 14-12 ساعه اللي هو انه بهي الفتره مو مسموح، يجب تناول السوائل بكمية هائلة بهي الفترة. طيب نحن برمضان عم تعمل هي بهالمعنى صيام متقطع، تقريبا كم ساعة صيام في إذا قلنا من 7 للـ 4 الصبح أكثر من 16 ساعة، ولكن هي ما عم تأخذ سوائل على الإطلاق. إذا هي عم تعمل صيام متقطع ولكن بأسوأ شرط له يلي هو إنه ما عم تتناول سوائل فيه. إذا هي هون عم تأذي جسمها بشدة، تمام، وعم تأذي جنينها. فلذلك أنا بقول إنه إذا حامل بدها تعمل، وخليني أرجع لأشهر الحمل الأولى قررت تعمل صيام متقطع لأنه ماشي فيه من قبل، أو هلأ بدها تبدأ فيه لأنه ما بدها تصح زيادة، بتقلك إنه بده يصير في عندي كسب وزن وبكرة بعدين لما بولد وبلش أرضاع ما رح ينزل هذا الوزن اللي كسبته. وهو الطبيعي تكسب وزن الحامل بالمناسبة من 9 لـ 11 كيلو 12 كيلو بكل فترة طبيعي الحامل. هذا الطبيعي، هذا الطبيعي بين الوزن اللي بتصير وبين المشيمة والجنين والدايناميوسي بلا 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 اللي بده يصير فيها. طيب هلأ نحن من قلها يلي هي بديانة بصيام متقطع وأشهر الحمل الأولى، أنا بالنسبة إلي إيمي عن الموضوع الشرعي أو الديني، هذا له اختصاصه وناسه ونحن نحترم رأيهم. أنا بقول الرأي الطبي بدها تكمل بالصيام المتقطع، أوكي تصومهم 12-14 ساعة دول عم نحكي عنهم، ولكن تشرب سوائل كمية كتير كبيرة. عدا عن أنه أنا ما مثل ما حكينا بالبداية أشهر الحمل الأولى أنا ضد صيام المرأة الحامل. طيب بأشهر الحمل المتوسطة وأشهر الثلث الأخير للحمل بدأ تمشي بهذا الصيام، أوكي تمشي فيه ولكن مع تناول سوائل كمية كبيرة هائلة أثناءه. كيف بدهم يلاقوا له يعني تدبيرة للقصة ما بعرف. فلذلك لما بدأت خلص شهر رمضان بدأت ترجع للصيام المتقطع تبعها. أولا أهم نقطة أنا بالنسبة إلي يلي كانت عاملة بسبب الصيام من 16 ساعة ترجع للصيام المتقطع اللي هو على الأكثر شيء 12 ساعة، يعني اللي هو ممنوع يدخل مواد طعامية 12 ساعة لوزن الجسم. نعم. ولما بدها تاكل ترجع ل كثير شيء يعني نقط مهمة، لوجبات خفيفة قدر الإمكان، يعني متعددة وخفيفة، يكون أساسها البروتينات والفيتامين والمعادن، الخضروات والفواكه بشدة، طبعا عدا الفواكه هي اللي غير قابلة للغسيل أو التعقيم مثل الفريز أو التين، هذا من إلا أنت ممنوعة عنه لأنه ما بيتغسل هذا. فلذلك إلا ترجع لهم وبترجع لنظام الصحي بنقطة هامة جدا، يعني بشرط تحت شرط هام جدا، أنه تعمل فحوصات فحص دم يعني إلى دم جديد، تشوف سكرة قديش، مخزون الحديد الفريتين بجسمها قديش، خضابة
الفيتامين دال، الكالسيوم قديش عندها، بالإضافة لفحص البول والراسب يلي إنه نشوف إذا في عنا التهاب بولي غير عرضي موجود عندها. طب دكتور خليني أسألك من جواب حضرتك في معلومة جدا شائعة نحن بنسمعها بين النساء وطبيا يعني في آراء حولها، يعني اليوم وقت اللي بتشكل الجنين ضمن الرحم الكيس المحيط للجنين المي الموجودة في طبيا بيقولوا إنه هاي المي بتيجي مع الجنين يعني معدلة خلينا نقول ثابت، والبعض بيقول لا هي بتخف بكمية سوائل أو إذا صار في تقليل بشرب المياه. فبشوف بعض الأطباء أو بعض النساء بيقولوا الدكتور قال لي اشربي مي كتير مشان تزيد نسبة المي داخل كيس الرحم، طبيا شو الصح دكتور؟ طيب بسمحي لي حضرتك سألتيني هذا السؤال من خلال جوابي. تفضل. طيب أنا رح جاوبك من خلال سؤالك عن شيء أنا عانيته، يعني مو عانيته بمعنى مع بنتي، أنه كان في شوي مشح هون تعبير الطبي اللي شوي قلة بالسائل الأمنيوسي. طبعا كل النصائح يلي اجيت وانا ما دخلت فيها انه كل النصائح اهم شيء تشربي كمية كبيرة من السوائل للحامل لزوجتي. الحقيقة ما في اي بحث أثبت. بيقول انه شرب السوائل كمية كبيرة بيخلي انه السائل الأمنيوسي يرجع يعاود ويرجع يعدل يرجع للمعدل تبعه، لا ما في اي بحث على الاطلاق، ولكن نحن بنقول انه لا نملك غير نقول انه اشربي مي كثير لانه هو الشح سائل أمنيوسي من اشربي سوائل، فيعني هيك بتطلع معنا والراحه هو بتشكل والراحة. مع الجنين يعني داخل الكيس بتشكل طبعا هو الجنين اللي بيشكل جزء اساسي منه من خلال البول تبعه، هو بيبلع الجنين وبالبول تبعه هو بيروح بيكمل السائل. سألتك عليه لأنه في كتير اختلاط بهاي المعلومة طبعًا بين طبعًا الناس طبعًا. يعني فلذلك نحن ما بنملك غيرها، فمنقلها للسائل الحامل ارتاحي تسطحي قدر الإمكان والشبي سوائل قد ما بتقدري. طبعا في منا بيقولوا لها ارفعي رجليك شوي لفوق أنه القدمين رجلين أعلى من مستوى الحوض بمخدي خففي الملح، يعني يعني لا نملك غير نقول هيك لانه ما في عندنا بحث، يعني احنا لا يمكن نجيب يعني بسبب الوضع الانساني بهالحاله انه نجيب 1000 امراه 1000 حامل عندها قله بالسائل الأمنيوسي و1000 ثانيه كمان عندهم قله، هي الا الشرب مي كثير وهدول بنقول لهم 1000 هدول ما تشربوا مي والنتيجه. طيب شو بياثر على الجنين دكتور هاي قله السائل الأمنيوسي؟ نمو الجنين خاصه اذا كان في شح شديد بصفه الجنين بده يكبر ضمن الرحم ما عم يلاقي سائل يسبح فيه، فممكن مثلا الكتف او الايد لما بتجي بجدار الرحم ما بتاخذ بقى المساحه الكافيه تبعيته هالعضو للنمو له للجنين، فممكن يطلع عنا نقص نمو ضمن يعني نقص نمو الجنين ضمن الرحم. فلا هي من الحالات الغليظه اللي نتمنى، طبعا حكى كثير بهالموضوع انه ممكن نفوت عن طريق قسطره خاصه لجوف الرحم ونحقن سائل معه، يعني هي بدها حلقه لحالها دكتور، بدها حلقه لحالها، لا وهي ما كثير يعني الحقيقه اثبتت جدوى. تمام. المهم انه ما يكون في بهيك حالات تشوه بالجنين يعني تشريحي ووظيفي من ناحيه انه المثانه تبع الجنين والبول انه هو عم يبلع ما يكون عنده انسداد مري او تضيق مري ما يقدر يبلع وبالتالي تروح على الكليه ويبول ويروح على السائل الأمنيوسي. هي داره كثير رهيبه بجمالها يعني الحقيقه. طيب دكتور كثير من السيدات او بعض السيدات بيتبعوا نظام غذائي معين سواء أنا برمضان او غير شهر رمضان، انه خلينا نقول دايت حبت تعمل دايت معين، هل هذا الشيء مسموح بأشهر الحمل أو ممكن يكون بأشهر معينة أو لا ما بيصير الحامل تعمل نظام مو نظام غذائي دايت تنحف حالها أو هدول القصص؟ لا أنا ماني مع الحامل أنه تنحف حالها بأثناء الحمل، يعني إذا هي كان عندها overweight زيادة وزن قبل ما تصير حامل تمام. ما لقيت غيره هي حامل تجي تنزل وزنها يعني فرصة مراكبة الحكاية، لأنه في منهم بيخافوا بيقولوا هلأ رح نزيد نحن على الحمل لكن رح نزيد معنا زايدين فنجي أثناء الحمل تعالوا ننزل وزننا. لا بقول لهم لا هذا الكلام مرفوض نهائيا، زبطي حالك قبل الحمل قدر الإمكان، وما زبطي في 3-4 كيلو زيادة مع 9-11 كيلو بندبرهم لبعدين بعد الولادة. إيه أما أثناء الحمل أنه أنا ماني مع شيء اسمه دايت بمعنى تنزيل الوزن، يعني خلينا هيك نقربها شوي. أنا مع دايت تحافظ على صحتها وعلى اكتسابها للوزن بالحد الطبي المنطقي المسموح، ونفس الوقت تغذية الجنين وبناء جنين سليم، لأنه بناء جنين غير سليم
قد يكون من أكبر الكوارث اللي تواجه أي عائلة وأي مجتمع وأي جسم طبي الحقيقة. فلذلك أنا كلمة دايت، كلمة دايت للحامل لا لا أنا برفضها، لأن مفهوم كلمة دايت أنه أنا أنزل وزني. هذا المفهوم عنا. لا أنا بقول لها نظام صحي، نظام صحي يؤدي للأهداف اللي ذكرناها قبل شوي. أنا هذا طبعا تماما معه، وخاصة اللي عندهم مشاكل بالغدة الدرقية، الحامل يعني عندها مشكلة بالغدة الدرقية، أو اللي عندها داء سكري أو مؤهبة لداء سكري، وخاصة وجود قصة عائلية أو ارتفاع ضغط شرياني. طيب دكتور، خلينا نقول بعناوين أخيرة اليوم بفقرتنا لليوم. لحقنا نخلص، الوقت معك بيمضى فورا. أنا سعيد تماما. تسلم لي يا دكتور. اليوم هيك نصائح للحامل، قد ايه اليوم المهم مراعاة الكم والنوع، وقد ايه اليوم مهم الفحص الدوري، إجراء الفحوصات والتحاليل، وخاصة بالأشهر الأولى. دائما الحامل بيهتم بأول شهرين ثلاثة أربعة، عرفت جنس المولود تصير تشيك كل شهرين ثلاثة يعني. يمكن بهدول شهرين ثلاثة يصير شيء سلبي يأثر طبعاً على حياة الطفل. خلنا هيك نعطي نصائح عامة للمرأة الحامل. طيب سيدتي، بس برجع شوي قبل ما تصير حامل، إذا في حمل مبرمج ونية عند الزوجين وكله بإذن رب العالمين، تعالوا نتفق أنه نعمل استشارة عن دكتور نسائية، وإذا في ضرورة عن زملاء التغذية أنه يضبطوا شيء ناقص بجسمها عندها، يعني نمونها، بمعنى نمونها نعمل لها مونة. أوكي؟ طيب بأشهر الحمل الأولى المهم جدا أنه نصائح طبية للحامل، تعمل فحوصاتها كاملة. الشيء الثاني أنه الزيارة الأولى للطبيب كما قلنا للحامل، لنعرف أنه أولا في حمل ولا لا، هل هو ضمن الرحم ولا خارج الرحم، هل هو مفرد أو متعدد، لأنه كلاته تدبيره يختلف لاحقا بعدين، وحالته العامة لها، مع الانتباه مع الانتباه، وخاصة أنه لهلأ نسه نحن عنا ببعض ببلادنا ببعض المجتمعات زواج الأقارب لا زال قائم بشدة بشدة. هذا من نتيجته بكثير حالات عم نشوف كوارث من هذا الموضوع. فلذلك إذا في قصة عائلية لتشوهات أو ولدان عم يطلعوا مصابين بأمراض معينة، يجب دراسة القصة العائلية قبل الحمل إذا صار وارتبطوا يعني إنه قرايب قبل الحمل. هلأ هي بأشهر الحمل الأولى، ما أوكي تعرف جنس جنينة إن شاء الله مثل ما بدهم يجيبوا يعني. بعدين بأشهر الحمل المتوسطة بتمنى أشهر العسل، خليها هون ترتاح، يعني بمعنى إذا ما في عرض ما، إذا ما بدها تروح كل شهر تروح كل شهرين مرة، ما في مشكلة. لكن بأشهر الحمل الأخيرة لا، رجعت المتابعة جدا ضرورية، وخاصة لتحديد طريقة الولادة وموعد الولادة والتحضيرات. دكتور أهم شيء التشيك خلينا نقول الفحص الدوري ومراقبة الطبيب. اليوم في روحين هي أمانة بعنق الطبيب مثل ما نقول. شكرا دكتور لحضورك اليوم، وأهلا وسهلا فيك، يومك حلو. هلا كل عام بخير، شكرا لحضورك دكتور وللمعلومات اللي قدمتها، وكل عام وأنت بخير. صباحك وأنت بخير يا رب.